الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، كما تشاهدون هذه البيوت، هذه المنازل، هؤلاء الأطفال ساكنين هنا في تامة في هذا الحر الشديد، والآن مقبلين على شهر الخير، شهر القرآن، شهر رمضان. من كان عنده زكاة، من كان عنده صدقة، من كان عنده شيء، هذه بيوتهم، خشب، أشرعة مغطاة بفرش لا تقيهم الحر ولا تقيهم البرد ولا تقيهم الشمس ولا تقيهم المطر. اللهم كن لنا ولهم يا رب العالمين. هذه في منطقة تهامة، المنطقة الجنوبية، منطقة عسير. هؤلاء الأطفال اللهم كن معنا ومعهم يا رب العالمين. والله في شدة الحر الآن يا إخوان، بعد صلاة الظهر أنا لا أكاد أطيق نفسي والله من شدة الحر، فما بالكم بهم، هم يصومون في هذا الحر ويفطرون، عيشتهم وحياتهم في هذه الخيام، هذه البيوت. رقم التواصل يا إخوان لمن أراد يتوصل لهم بشيء، 0506799871، ويكون التواصل يا أخوان على الواتساب، يكون التواصل على الواتساب، ومن أراد يتصل فليتصل، وأعتذر لمن لم أرد عليه إذا اتصل، لكن التواصل عن طريق الواتساب. تنظرون هنا.